السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الثامنة من التلفزة التونسية، هذه عناوينها. الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يتفقان حول إصلاحات اقتصادية تتعلق بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم والعدالة الجبائية. مساع مكثفة من أجل البدء في حوار وطني بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في أبعاده السياسية والاقتصادية. البنك الدولي يمنح تونس قرضاً بقيمة 268 مليون دينار لدعم إمكانات القطاع الصحي وتعزيزه في مواجهة جائحة كورونا. أهلاً بكم. اتفاق مشترك بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بالشروع في حزمة من الإصلاحات الكبرى تتعلق بالمؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم وإرساء العدالة الجبائية، تم توقيعه اليوم في قصر الحكومة بالقصبة. واعتبر الجانبان أن هذا الاتفاق يعتبر نتاج عمل تشاركي مبني على الثقة. أمضى كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عشية اليوم بيانا مشتركا حول تفعيل اتفاق 22 من أكتوبر 2018 في إطار المفاوضات الاجتماعية. ويتضمن هذا البيان بالخصوص اتفاقا حول محاور إصلاح ثلاثة تتعلق بالمؤسسات العمومية ومراجعة منظومة الدعم والعدالة الجبائية. وقد أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن الاتفاق يعتبر نتاج عمل وتوافق مع المنظمة الشغيلة حول الإصلاحات الكبرى في مناخ من الثقة. ما فما حتى نية في التفويت في المؤسسات العمومية، احنا ما نفوتوش في اللي نسميهم احنا لي تريزور دو فامي، دونك احنا بالعكس احنا نثمنوا دورهم، احنا نكابيتاليز على الكنوز هذيا، لأنه مؤسسات كانت ولا تزال شاركت مشاركة كبيرة ياسر في البناء الاقتصاد الوطني. نبدأ معنا بسبع مؤسسات، المؤسسات هذه اللي في مقدمتها معناها الخطوط التونسية، وعندنا معناها الفولاذ، وعندنا كذلك ديوان الأراضي الدولية، عندنا كذلك الشركة التونسية للشحن والترصيف الستام الصيدلية المركزية، عندنا زاد مؤسسة من المؤسسات لا تقل أهمية. ونعرف اليوم نحكوا على السياحة نتاعنا نتاع النزل، ولكن اليوم عندنا تنوع نتاع السياحة، وعندنا كذلك حاجة اللي هي ميزة تميز بها تونس في الابتكار وفي العقل الناضج الحقيقي، اللي هي شركة الصفات نتاع صناعة الأدوية. عندنا كذلك اليوم شركة من الشركات اللي تعز علينا برشا واللي كثر حولها الحديث، هي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تقريبا سبع مؤسسات. واتفق الجانبان في طرحهما لمراجعة منظومة الدعم على ضرورة أن يوجه الدعم إلى مستحقيه. أنا نقول اليوم الدعم كيف ماهوش مجرد شعار، وانما نشوفوا الدعم اللي ما يكونش ضحيته للطبقه المتوسطه ولا الطبقه الضعيفه ولا المهمشين والمفقرين. للاسف احنا نعرفوا اللي نعيشوا وضعيه اقتصاديه واجتماعيه خطيره ياسر، القدره الشرائيه انهارت للمواطن التونسي، لذلك علاش زاد كذلك من ليزاكس الكبار اللي باش نخدموا عليهم هما مسالك التوزيع والمحافظه على المقدرة الشرائية. ومثلت مسألة إرساء عدالة جبائية واجتماعية المحور الثالث للاتفاق بين المنظمة الشغيلة والحكومة. بد أن تكون لنا عدالة جبائية حتى نحقق بها العدالة الاجتماعية. للأسف فما إجراءات وتراتيب مكبلة للمبادرة، فما إجراءات خلات العديد من ليزانسيتاسيون فيسكال تدور على الاهداف الاساسيه اللي تحطت عليها، هذاك علاش احنا حطينا زاد هدايا من ليزاكس ماجور نتاع البلان دو غولونس ايكونوميك. واتفق الجانبان على ان معارك اليوم هي المضي قدما في هذه الاصلاحات في اتجاه بناء اقتصاد صلب وله القدره التنافسيه الحقيقيه لمواجهه كل التحديات. في علاقة بمدى التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس ماليا ومرافقتها في هذه المرحلة الدقيقة لتخطي المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، ذكر مدير مكتب البنك الدولي بتونس توني فرهاين أن هذه المرافقة تتطلب استجابة من الحكومة لتوصيات البنك الدولي.
البنك الدولي يساعد الدول التي تمر بصعوبات مثل تونس وعدد من الدول الأخرى، وإذا كانت هناك إرادة من الحكومة التونسية للقيام بالإصلاحات الضرورية فنحن مستعدون لإيجاد فرص تمويل لهذه الإصلاحات من خلال عدد من الآليات التي لدينا والتي تختلف باختلاف طبيعة الوضعية الاقتصادية في البلاد. التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم سفير بريطانيا بتونس إدوارد أوكدن والمستثمرين الإنجليزيين في قطاع الطاقة جوناثان تايلور وجيمس بيرفيك عن شركة إنجلو تونيجين أويل أند غاز، وذلك بحضور وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد. وتناول اللقاء سبل تطوير نشاط هذه الشركة بتونس وحلحلة بعض الإشكاليات التي تعيق نشاطها. وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على دعمه الاستثمارات الأجنبية في تونس وإحداث دبلوماسية اقتصادية فاعلة، مشددا على ضرورة دعم هذه الاستثمارات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين من أجل بعث مواطن شغل جديدة، فيما نوه المستثمران الإنجليزيان بدعم الحكومة وتشجيعها على الاستثمار، وأكد في السياق ذاته عزمهما تطوير مجال نشاط الشركة واستثماراتها في تونس ليشمل مجال الطاقات المتجددة. الأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية ووضعية شركة فوسفات قفصة الحالية مثلت أهم نقاط المجلس الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بقفصة بإشراف الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة سمير الشفي. وسط وضع اجتماعي واقتصادي صعب واستثنائي جهويا ووطنيا وصمت الحكومة الرهيب إزاء الأزمة الخانقة التي تمر بها شركة فوسفات قفصة، يعقد الاتحاد الجهوي لشغل بقفصة مجلسه الجهوي تحت شعار من أجل الحفاظ على المنشآت العمومية وتنويع النسيج الاقتصادي. تشهد أزمة اجتماعية غير مسبوقة شهد قفصة، واللي تشهد أزمة اقتصادية نتيجة الأوضاع معناها الصعبة وصعبة جدا التي تمر بها معناها القاطرة الاقتصادية والتنموية في الجهة وفي البلاد، اللي هو شركة فوسفات قفصة المبادرة الوطنية متاعنا واللي خذت نفس جديد من خلال تأكيد الأخ الأمين العام والسيد رئيس الجمهورية بأن مبادرة الاتحاد دون سواها هي الإطار المرجعي لإدارة الحوار الوطني. المطلوب هو أن الدولة تكف على هذه الممارسة وتلعب دورها وتعطينا نسبة الإنفاق العمومي على جهة قفصة قداش. الوضع الشركة نتاعنا تو المتأزمة فيه ومتسبة فيه الدولة، لأن اليوم ولد شركة فوسفات هي الدولة، هي اللي تشغل، هي اللي تعطي قروض، هي اللي تحل مشاكل العالقة للمعتصمين. ويلتئم المجلس الجهوي لاتحاد الشغل بقفصة للوقوف على أهم المشاغل الجهوية والوطنية محليا وقاعديا. وفي اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس بحث المجلس مبادرة المنظمة الشغيلة للحوار الوطني، ودعا الحاضرون إلى ضرورة إيجاد حل للمشاغل الاجتماعية والاقتصادية وملف المفاوضات الاجتماعية التي تعيشها الجهة. نقاط عدة طرحت في المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، بدءا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية، وصولا إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ورؤيته للحوار الوطني. رئيس الجمهورية غازي قد استجاب لهذه المبادرة، وقد وقع تجاوز بعض الإشكاليات فيها. إن شاء الله ننطلقوا عن قريب، لأن الكرة الآن عند السيد رئيس الجمهورية. احنا مشترطين مثل حال أن يدار هذا الحوار عن طريق هيئة حكماء مستقلين ولهم يعني إمكانيات كبيرة جدا على المستوى العلمي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى المالي، على المستوى السياسي، خاصة أن المحاور هي ثلاثة: المحور السياسي باستحقاقاته العاجلة واستحقاقاته الآجلة، الملف الاقتصادي، والملف الاجتماعي. إن شاء الله يرى النور عن قريب إن شاء الله. في المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كان الحديث أيضا عن مشاغل الجهة والإضراب العام الذي سيكون في 8 أبريل المقبل. بعد سلسلة من التفاوض مع رئاسة الحكومة ووعود رئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري مضيق في 3 مرات توعد الحكومة
ولم ينعقد هذا المجلس. اليوم لنا محطة نضالية، يوم تاريخي يوم 8 أفريل، سنخوض أضراب من أجل التنمية، من أجل حالة مشاريع معطلة مثل ميناء الصخيرة للمياه العميقة، المكتبة الرقمية، مركز تحلية المياه، مدينة رياضية. المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يأتي في إطار ضرورة تفعيل مؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل وتقييم الأداء النقابي مع وضع اقتصادي واجتماعي صعب تعيشه تونس. الحوار الوطني في أبعاده السياسية والاقتصادية وسبل تيسير انعقاده في أقرب الآجال وبمشاركة كل القوى الوطنية الحية، تلك أبرز محاور اللقاء الذي جمع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوش اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. ولإلقاء مزيد من الضوء مشاهدينا على التطورات الأخيرة في المشهد السياسي في تونس بعد تجاوب رئاسة الجمهورية مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وعودة الحديث عن إمكانية تنظيم حوار وطني، يحضر معنا الأستاذ الجامعي حمادي بن جبلة. سيد بن جبلة، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. بارك الله فيك. إذن برأيكم هل اقترب موعد انعقاد الحوار الوطني في ظل تكثف المساعي لتقريب وجهات النظر خلال الساعات الأخيرة، وخاصة هنا نتحدث عن لقاء رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي؟ على كل حال هو تأخر كثيرا، ولكن أن يتأخر أفضل من أن لا يأتي، هذا نتفق فيه. اثنين، رجائي على الله أن لا يكون الحوار المرتقب فرصة لتبييض الذين حكمونا مدة 10 سنوات وأوصلوا الوطن إلى ما هو عليه من ضعف ووهن. هذا أدبية نقوله. أنت تعرف الحوار الأول بعنوان قرطاج واحد، وكانت الغاية منه إبعاد الأستاذ الصيد ربي يشفيه ولا، وهو معناها شخصية وطنية ورجل سياسة يعمل في صمت وبإخلاص، لست أدري لماذا. نعم. هذا الحوار الثاني كان يقصد به إبعاد السيد الشاهد، فتغيرت الأوضاع وبقي السيد الشاهد بتحالفه مع الإسلام السياسي. أرجو أن لا يكون حوار اليوم هو تبيير غسل الذين أوصلونا إلى هذه الأوضاع التي لا خير يرجى منها، حيث أنا أعول فقط على الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، على القوى الوطنية التي نحن نعيش بفضلها، قوة الإنتاج، قوة القوى العاملة، ثم القوى رأس المال، ثم النساء، بمعنى اتحاد النساء أيضا لا ينبغي أن يغيب، الأطباء، الصيادلة، الفنانين، كل هؤلاء معنيون بالحوار الوطني. كنت أفضل أن يسمى التحالف الاجتماعي وأن تستبعد منه الأحزاب السياسية، ولكن أعول فقط على حكمة أحفاد حشاد وعلى صبرهم في التفاوض وذكائهم حتى لا تحيد المسألة عن مسارها الوطني الحقيقي. طيب، وفق تقديركم هل تساعد الأرضية السياسية اليوم بما فيها من تنوع وما فيها من اختلاف الرؤى حد التنافر أحيانا، هذه الأجواء هل تساعد على إجراء حوار حقيقي يساعد تونس على الخروج من أزمتها السياسية والاقتصادية؟ أقول لا أعتقد أن في الذين يحكمون اليوم والذين حكمونا منذ 10 سنوات لا يمكن لي أن أنتظر منهم خيرا. يعني في المشين شو اللي مش يعملوا بينا؟ يعني تونس أصبحت مقبرة متاع نفايات البلدان الأجنبية. طيب، الحوار الهدف الأبرز منه هو إيجاد حل لهذه الوضعية، لهذه الوضعية. لكن قول أنا براني مانيش معول على هؤلاء، أنا معول على القوى الاجتماعية، على هذه القوى اللي كنت أذكرها. لكن الحوار لا يمكن أن يتم من غير دون الفاعلين السياسيين اليوم. لا، شوف، لا، كل حاجة في بلاصتها. أنا أعول على الوطنيين في البرلمان وإن كنت يئست منه، ولكن فيه وطنيون. أعتقد أنه إذا وقع هذا الحوار بين القوى الاجتماعية
بالحنكة التي يديرها الاتحاد، واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد النساء والنساء الديمقراطيات والأطباء وعمالة الأطباء وعمالة المهندسين وحقوق الإنسان إلى آخره. لا أظن أن هؤلاء يعني سيصعب عليهم إيجاد حل، وعولوا على الوطنية السياسيين الحاليين ما بقي فيه من وطنية ليأخذوا مقترحات القوى الاجتماعية مأخذ الجد ويطبقونها. وأعتقد أن أقرب السبل إلى ذلك أن نعيد الأمانة إلى أهلها، أن نعيد الحكم إلى الشعب ليقول كلمته من جديد بعد أن اختار قوما فشلوا فشلا ذريعا. ما نحبش نستعمل كلام آخر في شريط الأنباء على أقل تقدير، فشلوا فشلا ذريعا في إدارة الشأن العام. طيب ما هي الأولويات اليوم التي يجب أن توضع على طاولة الحوار؟ هي الغاية القصوى، خلينا نقول أنا الغاية القصوى، سواء اعتبرناه حوار كما يريده الاتحاد العام التونسي للشغل وأبارك هذا وعول على ذكائه وصبره، هذا المشكلة يعني أمس حررونا من الاستعمار الخارجي، اليوم ينتظر منهم أن يحررون من الاستعمار الداخلي. شنو معناها الاستعمار الداخلي؟ يعني الاستعمار هو الوضع الذي تكون فيه إرادة الأمة مشلولة، اليوم حتى حد من يعمل حاجة، هذه إرادة الأمة. كيف نعيد للأمة، كيف نعيد للشعب حركيته؟ طيب هذا المشهد السياسي هو نتاج انتخابات أستاذ، يعني هو نتاج انتخابات حرة وديمقراطية. حرة وديمقراطية حاجة أخرى. طيب كيف يمكن اليوم هذا الحوار، يعني إذا تكلمنا بهذا الكم من ربما اليأس وعدم العزم؟ أنا أتحدث عن العزم، إنه من عزم الأمور. راهو حشاد وجماعة الدساتر هم اللي حارونا من الاستعمار، هذوك اليوم أحفاد حشاد والوطنيين في تونس مش الدساتر فقط، هم اليوم قادرون على أن نتحرر من جديد بما نحن فيه. هذا شنو بنقول؟ لا بالعكس، أنا يعني كل إيمان. يعني أنت اليوم مع تشريك الفاعلين السياسيين في الساحة السياسية اليوم أو؟ هو لابد منهم، ما مش أقول لك علاش، يعني أعول عليهم في أن تكون نتيجة هذا الحوار الذي سيديره الاتحاد، اتحاد الصناعة والتجارة، هذا يسميه تمام الائتلاف تحت الاجتماعي. إشراف رئاسة الجمهورية بيسير. لابد منه أن المخرجات متاعه نتائجه يأخذ هؤلاء السياسيون في البرلمان مأخذ الجد ويطبقونها فقط. يعني كأنما نحن نقترح عليهم، ما نقولش نفرض عليهم إرادة الشعب. أو على كل حال ما أقترحه أنك عندك حويجتين مش تحقق. أولا أن نتصدى هكا اليوم يعني مبادرة طيبة معناها حقيقة بشرى خير، وقت اللي يلتقي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل برئيس الحكومة وهناك اتفاقيات، يعني أعتقد أننا بدأنا يعني في بشائر الخير، مش يقولوا لا بالعكس. اثنين يعني نقول أنا يعني نتصدى لمزيد تحطيم الدولة يزيكهم اللي ما عادش يزيدوا. وأعتقد اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والمهندسين والنشوء قادرين على توقيف عملية تحطيم الدولة. الحاجة الثانية التي علينا أن نستعد لها من الآن هي الانتخابات المقبلة، سواء مشتقة هذه السنة أو التي بعدها أو في أقصى الحالات 2004. إيش معناها نستعد لها؟ أن اليوم اللي حاكمونا بصرف النظر عما قالت المحكمة المالية والشنية ولا لا من شبهات إيش عندي فيها هذيك، مش أنا مانيش حاكم مانيش ذو مانيش ولا لا، ما نقول هؤلاء جاؤونا بانتخابات مش نزيهة مش على قدها. نحن نريد أن نصرفهم بانتخابات شفافة ونزيهة. طبعا أستاذ، هذا أستاذ حمادي بن جاب الله، هذا رأيك. شكرا نعم جزيلا على فقط تلبية الدعوة وعلى ما أفدت به من رأي يلزمك طبعا. بارك الله فيك على الاستضافة. شكرا شكرا أستاذ. شكرا. في موضوع آخر، اتفاقية قرض لتمويل مشروع مجابهة كوفيد 19 وقعتها اليوم كل من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة الصحة والبنك الدولي. تفاصيل الاتفاقية نتابعها في الروبرتاج التالي.
بموجب هذا الاتفاق يقدم البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة تفوق 268 مليون دينار لتمويل الحاجيات المتعلقة بمجابهة كوفيد-19 إلى غاية سنة 2022. من كل تلقيح، من معدات التبريد، من حملة الاتصالية، من وسائل الوقاية، من الكل تم تحديد الكلفة نتاعهم، وبذلك حددنا الكلفة حوالي، هي الكلفة الجملية 113 مليون دولار. دونك عندنا بارتي باش تمولها تونس وبارتي الاخرى على البنك الدولي. وتبلغ نسبة الفائدة 0.43%، وسيتم تسديد القرض على امتداد 18 سنة منها 5 سنوات إمهال. احنا من 3 البلدان الاولى في العالم اللي صارت الموافقة في مجلس الإدارة متاع البنك العالمي، وهذا صار عنده 3 ايام على الموافقة على القرض هذايا. هذايا فخرة لتونس اللي ورات اللي عندها قدرة في تقديم ملفات ذات قيمة عالية. إذا طلبت تونس قروضا لأغراض اجتماعية ولتنمية البشرية فنحن سنستجيب لها لأنها جدية كما فعلنا هذه المرة، وقد سرعنا بالموافقة على القرض لأن الموضوع مهم. ويشترط البنك الدولي في إسناد هذا القرض اقتناء لقاحات معترف بها من قبل المنظمة العالمية للصحة. تونس مدينة صحية، مشروع أطلقته اليوم بلدية تونس بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية التي اختارت تونس من بين 5 مدن في العالم للانتفاع بمشروع الحوكمة الحضرية لتأمين الصحة والرفاه لمدينة تونس، مشروع سينجز على مدى 4 سنوات. هي بعض من المشاهد التي قد تعترضك في قلب مدينة تونس، علاوة على الاكتظاظ المروري ومشاهد أخرى تفسد جمالية المدينة. ومن أجل تحويل مدينة تونس مدينة يستطاب فيها العيش للجميع، تم اليوم إطلاق مشروع تونس مدينة صحية بعد أن اختارتها منظمة الصحة العالمية للانتفاع بمشروع الحوكمة الحضرية لتأمين الصحة والرفاه لمدينة تونس. المشروع هذايا فيه عديد المقاربات، من بين المقاربات اللي فما أنه طور المساحات الخضراء، أنه رفع من نسبة المساحات الخضراء في تونس، نقلصوا من كمية السيول موجود في الهواء، كيف لي باركور دو سانتي، نعملوا كيف على الرياضه. 5 فيل دون لو موند اون ايتي شوازي، 2 ان اميريك دو سود، مكسيكو. لقد تم اختيار تونس من بين 5 مدن في العالم للانتفاع بمشروع تونس مدينه صحيه. قمنا باختيار هذه المدن حسب قدرتها على تطوير المشاريع والتزامها بتطوير الصحه الشعبيه. كما يهدف المشروع الى النهوض بالبيئه ونظافه المحيط ومقاومه التلوث والادمان على المخدرات والتدخين وتامين تغذيه صحيه بالتعاون مع وزارة الصحة. مفهوم المدينة الصحية هي كيفاش تساهم الجماعات المحلية والمواطنين، تخلق ديناميكية مع المواطنين باش يقوموا بعديد معناها الاهتمامات اللي تمكن من توفير النهوض بالصحة، كيفاش نشاركوا العباد باش يولوا يعملوا سبور، كيفاش ننظموا السوق متاعنا باش التغذية تكون سليمة، كيفاش يلزمنا نعملوا باش ننقصوا من مخاطر البيئية. مفهوم مدينة صحية هو ثقافة والتزام على المدى الطويل لن ينجز إلا بالتعاون بين المواطن والجماعات المحلية لدفع مجهودات الدولة في الحفاظ على نمط عيش صحي للمواطن. مؤشرات الفساد وقيس مدركاته بتونس، دراسة قدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز الدراسات والاستطلاعات التسويقية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن أغلب التونسيين يعتبرون أن الفساد ما زال حاضرا وبقوة. فساد مستشري، فساد متنامي يشمل بدرجة أولى الأمن والديوان والصحة، هي أبرز نتائج دراسة لمدركات الفساد في تونس عرضتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. فحسب أهم نتائج هذه الدراسة، يعتبر أكثر من 87% من التونسيين أن الفساد قد ارتفع خلال 2020، فيما أشار أكثر من 28% من التونسيين المستجوبين أنهم تعرضوا على الأقل لحالة فساد واحدة خلال العام الماضي. تونسي يرى اللي الفساد كثر برشا، تقريبا 87% منذ الثورة، وهذا رقم ستابل من 2018 2019 2020. المشكل اللي هما ضد الفساد برقم كبير برشا، لكن يشوفوه حاجة لازمة باش نقضي قضيتي في الإدارة،
باش نجم مثلا نهرب من بعض العقوبات. 27.5% فقط من التوانسة مستعدين يبلغوا على الفساد، وهذا مشكل كبير لأنه رقم صغير، لأنه الأغلبية يخافوا من المشاكل اللي نجموا يقعوا لهم إذا يبلغوا على الفساد. أرقام ومؤشرات اعتمدت على مسح ميداني أجري في نوفمبر وديسمبر المنقضي على عينة تمثيلية من 1000 أسرة، وخلص إلى جمع وتحليل تصورات المواطنين حول أسباب وعواقب الفساد، الذي قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن التونسي يتحمل مسؤوليته فيه. التونسي ليس بضحية، المواطن يخال نفسه ضحية، ولكن هو ليس بضحية، هو فعل أساسي. نقولوا ارتشاء، فما راشي ومرتشي. هناك سلبية مفرطة. يا ناس بلغوا على الفساد. آخر الأرقام وصلنا من البداية من 2016 إلى حد الآن أحالت على القضاء أكثر من 1050 ملف. التوصيات المخرجات هي احنا باش نأكدوا على أهمية القطاعات التي يجب حوكمتها وحوكمة التصرف فيها وحوكمة متابعة ومكافحة فساد فيها. توصيات تهدف إلى تحسين سبل التعامل مع الفساد جاءت على إثر استطلاع ضمن مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته في تونس الممول من وزارة الخارجية الألمانية، وتشرف على تنفيذه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. في تقرير حول عمل مجلس نواب الشعب خلال نصف المدة النيابية الفارطة، أكدت منظمة البوصلة أن العمل النيابي تميز بتنامي العنف وبتراجع الأداء والحضور والمشاركة، إلى جانب تقصير على مستوى حوكمة أعمال المجلس. الروبورتاج وتفاصيل هذا التقرير. تراجع نسبة مشاركة النواب في الجلسات العامة إلى 71%، وتدهور في مستوى شفافية أعمال المجلس، وتحوله إلى إحدى حلبات صراع الحياة السياسية بعد ارتفاع منسوب العنف والاستقطاب، ما أدى إلى تعطيل أعمال المجلس. هي أهم المؤشرات التي عرضها تقرير منظمة البوصلة حول عمل مجلس نواب الشعب خلال نصف المدة النيابية. ارصدنا 23 حالة عنف، 7 حالات عنف من طرف كتلة الدستور الحر، و 6 حالات عنف من طرف كتلة ائتلاف الكرامة، و4 حالات عنف من طرف كتلة حركة النهضة. العنف المسلط على النساء في مجلس نواب الشعب استفحل. هذا يخلينا نتسائلوا على دور البرلمان اليوم في مكافحة العنف ضد النساء. العنف والأزمة السياسية كان ترديدها مش فقط على مردود البرلمان، بل أيضا على صورة البرلمان لدى المواطنين والمواطنات. تأثير نشوفوه من خلال المردود، مردود التشريعي الضعيف، أنه المشاريع القوانين اللي تمت المصادقة عليها يعني ما كانش فيها مجهود تشريعي. وفي ترجمة للمؤشرات، ورغم ارتفاع عدد القوانين المصادقة عليها، إلا أن عمل الجلسة العامة اقتصر على المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقروض وهبات وفرص للتعاون، دون أن يكون هناك جهد تشريعي واضح. ما خرجتش مشاريع القوانين اللي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. ضعف المردود التشريعي صاحبه تعليق للدورة الانتخابية بسبب الإجراءات الاستثنائية، ما عطل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإرساء الهيئات الدستورية وتعويض الأعضاء في عديد من الهيئات المنتخبة. في المقابل شهد المجلس تحسنا في دوره الرقابي على السلطة التنفيذية. هذا ما ينفيش أنه 191 نائبة ونائب من جملة 217 نائبة ونائب ما تقدموا حتى سؤال للحكومة، وين كان فما غياب كامل لكتلتي تحية تونس وكتلة الإصلاح. منظمة البوصلة أكدت تراجعا على مستوى شفافية أعمال المجلس، ف40% من أعمال اللجان لم يتم بثها على القناة الرسمية، و4 جلسات انعقدت دون إعلام مسبق. تبقوا على الجميع بنفس الطريقة، وما ينتظرش أنه تصير يعني أحداث واحتجاجات من قبل النواب باش يدين العنف ولا باش يطبق النظام الداخلي. المنظمة وصلت أيضا بإعطاء الأولوية للمبادرات والمشاريع التي من شأنها تغيير واقع المواطنين والمواطنات، بعد أن تجاوز عدد مشاريع القوانين التي ما زالت في رفوف المجلس 100. نظم اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ملتقا تحت عنوان تركيز المحكمة الدستورية 5 سنوات بعد صدور القانون الأساسي، وذلك بحضور خبراء قدموا رؤى حول تركيز المحكمة الدستورية وأسباب تأخر إرسائها.
تزامنا مع آخر يوم في الأجال المحددة للطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية، اختار اتحاد قضاة محكمة المحاسبات دعوة عدد من الخبراء والمختصين في القانون العام لتسليط الضوء على أسباب تأخر إرساء المحكمة الدستورية لأكثر من 5 سنوات، إضافة إلى البحث في الصعوبات والتحديات التي ما زالت تعطل تركيزها. السبب الرئيسي في التأخير هذا الكل هو يعني تجاذبات بين الأحزاب. الاختيار الأخير لرئيس الجمهورية، هناك تخوف من أنه ربما رئيس الجمهورية يعدل الكفة لجهة من الجهات. كذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء اللي هو مطالب بتعيين 4 من أعضاء المحكمة الدستورية، كل هذه المسائل جعلت أنه مسألة الاختيار صعبة وصعبة جدا، وهذاك علاش نفسروا التأخير لأسباب ربما هيكلية، ولكن أسباب تعود أيضا إلى نوعية القاضي الدستوري الذي نبحث عنه. عندما نطالب 145، صحيح أننا نطالب شخصا فوق جميع الأحزاب، ولكن قد تكون هذه العتبة تعجيزية وتمكن أيضا حتى بعض الأقليات من أن تضع عائقا نحو هذه التسمية. كما أجمع المشاركون على أهمية التنقيحات الواردة في مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، مع تحديد آثار غياب المحكمة الدستورية وتنازع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية. مزوز إيجابية دون أي شك، كل يوم كنبدلوا الترشيح بالترشح أعتقد بأنه أفضل. الحاجة الثانية هو حذف كلمة تباعا. قبل القانون القديم عمل لي ظهري غلطة، وهو أنه نص على أنه يجب أن نبدأ بالمصادقة على من طرف البرلمان، وبعد ما يصادق البرلمان وقت نتعدي المجلس على القضاء ثم رئيس الجمهورية، وهذا عطل بشكل كبير مسار تركيز المحكمة. اليوم حذف تباعا يعني بأنه تنطلق المسارات في نفس الوقت. مرت المعاهدات الدولية دون أن يتمكن مثلا رئيس الجمهورية من الطعن أمام المحكمة الدستورية في لمراقبة مدى دستوريتها. كذلك هناك النظام الداخلي لمجلس النواب الشعب، منذ 2015 إلى اليوم لم تتم مراقبة دستوريته، واليوم شفنا كيفاش أحكام هذا النظام تثير جدل الدستوري، خاصة منها الفصل 144 المتعلق بالتحوير الوزاري ومنح الثقة في حالة التحوير الوزاري، وهذا كله شفناه مؤخرا في الأزمة الأخيرة. هذا ويمنح الدستور رئيس الجمهورية أجل 4 أيام لرد مشروع قانون المحكمة الدستورية للبرلمان، بداية من تاريخ انقضاء أجال الطعن في دستورية هذا المشروع أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم رئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد الناصر، والذي قام بمهام رئاسة الجمهورية قبل انتخابات سنة 2019 و2000 إثر وفاة الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي في 25 من جويلية من السنة نفسها. وقدم محمد الناصر لرئيس الدولة نسخة من مؤلفه الذي نشر مؤخرا تحت عنوان جمهوريتان وتونس واحدة، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المحطات في تاريخ تونس، بالإضافة إلى القضايا والأوضاع التي تعيشها البلاد اليوم. رجل الدولة يتحمل المسؤولية في ظروف صعبة، وأردت كي وقلت لك لن يكون اللقاء عادي مع دخول ضيف، ولكن لدخول رئيس دولة سابق في تونس، وسعيد جدا بهذا اللقاء. هو كتاب ذكرت فيه ما قمت به في خدمة البلاد وفي خدمة الدولة التونسية منذ أكثر من 40 سنة. نعم، إن شاء الله يعني الدو ريبوبليك تونسي في المفرد، تونس واحدة ودولة واحدة، تونس واحدة ودائمة ودائمة مستمرة، والدائمة ومستمرة مستمرة، والبقية من ولا التاريخ. أي ممكن تتعدد الجمهوريات والأرقام، ولكن تونس واحدة في المفرد. تعبيرا منها عن تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، أحيت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في ندوة انتظمت بدار المحامي. يوم الأرض مناسبة يجدد من خلالها الفلسطينيون تشبثهم بأرضهم التي سرقها المحتل الإسرائيلي عام 76-900 ألف، بعد أن صادر آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية لتوطين اليهود. مناسبة يحييها الفلسطينيون في الداخل والشتات، ومعهم المساندون من الدول العربية وأولها تونس.
تونس احتفت بيوم الأرض بمختلف أطيافها في ترجمة لوعي شعبي بالتمسك بإعادة الحق الفلسطيني. هاي القاعدة الزخمة اللي مليانة في هذا الوعي والفكر في الموضوع، أنا شخصيا رفعت شعار تونس أولا، شايفي في إطار الحق، لأن تونس نجاحها في إطار تراكمات إنجازاتها وتطوير هذا الوعي والدخول على مراكز طبخ القرار لتطوير استراتيجيات مراكمة حلول واحترام الشعوب بدال مراكمة الحروب واحتقار الشعوب، تونس ستشكل البوصلة للعالم. وحتى لا تكون الشعارات وحدها المسيطرة على مشهد إحياء هذه الذكرى، أعلنت عدة منظمات كل من منظورها الآليات لدعم الحق الفلسطيني. سنركز على القيام بالإجراءات لدى المحكمة الجناية الدولية، لدى الأمم المتحدة والمحاماة التونسية من خلال يعني محامين موجودين وموثقين بالمحكمة الدولية بمحكمة لاهاي، ستقوم مع كافة زملائنا في العالم بهذه الإجراءات القانونية اللازمة. نحن اليوم نطالب بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وتضمين ذلك في الدستور التونسي، وسيقوم الاتحاد بكل أشكال الضغط اللازمة من أجل ذلك. للصحفي في دور أساسي جدا في دعم القضية الفلسطينية أساسا بالتعريف وما يحدث من انتهاكات من الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وكذلك من دور الصحفي أيضا أن يقوم بكشف عمليات التطبيع المقنع الموجودة في تونس للأسف وهي موجودة، ورأينا بعض التحقيقات الاستقصائية التي كشفت نوع من التطبيع الاقتصادي، نوع من التطبيع الثقافي. محاولات من عدد من مكونات المجتمع المدني للدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والحياة، وحتى لا تنسى القضايا العادلة. ضمن تطورات ملف جائحة كورونا في العالم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في خطاب بثه التلفزيون إن بلاده ستوسع نطاق إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 والتي كانت مقتصرة على منطقة باريس ومناطق أخرى لتشمل البلاد بأكملها اعتبارا من السبت. في الأثناء ووسط تواصل الجدل والغموض بخصوص نشأة فيروس كورونا، أصدرت منظمة الصحة العالمية أمس تقريراً خلصاً إلى أن انتقال كوفيد-19 إلى الإنسان عبر وسيط فرضية محتملة إلى محتملة جداً، مقابل استبعاد تام لفرضية تسرب الفيروس من مختبر. نشأة فيروس كورونا باتت لغز حير العالم وعلماءه، وأجبر الخبراء والمختصين على البحث والتعمق للكشف عن مصدر تسرب هذا الفيروس التاجي. فوسط تضارب المعلومات والبيانات عن منشأ فيروس كورونا، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا بشأن التتبع العالمي لمصدر كوفيد-19، تم فيه التأكيد على أن انتقال الفيروس إلى الإنسان عبر وسيط فرضية محتملة إلى محتملة جدا، فيما أن الانتقال من خلال منتجات سلسلة تبريد الغذاء ممكن، مقابل استبعاد تام لفرضية تسرب الفيروس من مختبر. يأتي هذا التقرير بعد أن أجرى 34 خبيرا من منظمة الصحة العالمية والصين بحثا مشتركا لمدة 28 يوما في الفترة الممتدة من 14 من جانفي إلى 10 من فيفري المنقذ في ووهان بالصين. وعلى خلفية هذه الخطوة أعربت الولايات المتحدة الأمريكية و13 دولة حليفة لها في بيان عن قلقها المشترك حيال تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ كوفيد-19، وحثت الصين على السماح للخبراء بوصول كامل إلى كل البيانات والعينات الأصلية. وأضاف البيان أنه من الضروري جدا أن يسمح لخبراء مستقلين بالحصول الكامل على كل البيانات البشرية والحيوانية والبيئية والأبحاث والطواقم التي كانت معنية في المراحل الأولى للوباء والمهمة في تحديد كيفية ظهور جائحة كورونا. في مصر، أكدت هيئة قناة السويس أن العدد الإجمالي للسفن التي عبرت القناة في الاتجاهين اليوم بلغ 81 سفينة، وسط جهود للانتهاء من عبور كل السفن التي توقفت بالمعبر المائي بسبب جنوح سفينة حاويات في مجرى القناة الأسبوع الماضي، فيما تم البدء في إجراء تحقيقات رسمية للكشف عن أسباب جنوح سفينة الحاويات العملاقة.
إلى أخبار الرياضة، حسم التعادل بهدفين لهدفين قمة الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جمعت بعد ظهر اليوم النجم الساحلي بضيفه النادي الإفريقي بملعب بوعلي الأحوار. وكان الطيب المزياني قد افتتح التسجيل لفريق جوهرة الساحل، ثم أضاف زميله أيمن الصفاقسي الهدف الثاني قبل أن يقلص البديل شهاب العبيدي الفارق للإفريقي من علامة الجزاء، ويدرك القيدوم صابر خليفة التعادل من رأسية ليرفع الأفارقة رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز 12، فيما رفع النجم رصيده ثانيا إلى 40 نقطة. وبملعبه حقق النجم المتلوي فوزا ثمينا بهدف دون مقابل على ضيفه الملعب التونسي، وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع زياد البكوش منذ الدقيقة 11 ليرفع رصيد فريق المناجم إلى 25 نقطة في المركز 8 وبفارق الأهداف أمام الملعب التونسي الذي بات 9. وفي باقي المواجهات، تغلب مستقبل سليمان على شبيبة القيروان بهدفين لهدف، وحقق النادي البنزرتي فوزا ثمينا بهدف دون رد أمام ضيفه الأولمبي الباجي، وعاد مستقبل الرجيش بانتصار ثمين من ملعب بن جنات، استقر على ثلاثية لهدفين من أمام الاتحاد المنستيري، وحسم التعادل بهدف لمثله لقاء الأجوار بين اتحاد بن قردان وأولمبيك مدنين، فيما تأجل إلى موعد لاحق كلاسيكو الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يتفقان حول إصلاحات اقتصادية تتعلق بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم والعدالة الجبائية. مساع مكثفة من أجل البدء في حوار وطني بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في أبعاده السياسية والاقتصادية. البنك الدولي يمنح تونس قرضاً بقيمة 268 مليون دينار لدعم إمكانات القطاع الصحي وتعزيزه في مواجهة جائحة كورونا. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات فريق الأخبار، سهرة طيبة.